السيد الرئيس مطولا لانشغالاتهم، مؤكدا حرصه على منح كل التسهيلات للجالية الجزائرية أينما وجدت، كاشفا بالمناسبة عن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها من أجل مرافقة أبناء الجالية ورفع العراقيل عن كل ما يعترضهم من مشاكل إدارية، إضافة إلى إجراءات أخرى ترمي في مجملها إلى إشراك أبناء الجالية الوطنية في النهضة الاقتصادية التي تشهدها بلادهم. السيد رئيس الجمهورية أكد لأفراد جاليتنا الوطنية بقطر استعداده لفتح المجال أمام كل المخلصين من أبناء الوطن للمشاركة في مسار بناء الجزائر الجديدة. بالنسبة للجالية تاعنا في المهجر، أمنيتي الخالصة أنهم يتوحدوا ويكونوا قوة تاع اولا ابتكار، قوه نتاع مسانده الاقتصاد نتاعهم، الشعب نتاعهم، مش فقط للدوله ولا لاجهزه الدوله، وانهم يكونوا هما القاطره بالنسبه لكل الطاقات اللي موجوده هنا ولا في الولايات المتحده ولا في اوروبا ولا في غيرها. احنا خلقنا يعني بتقريب هيئه اللي تلم شمل كل الجزائريين اللي في المهجر، ما هي جاهزه 100%، ولكن هذه يرجع لكم انتوما تنظموا تلاقوا في العاصمه، كي انتوما كي اللي راهم في اوروبا كيما اللي راهم في الدول العربيه الاخرى الشقيقه، مثل من هما متواجدين في امريكا، الشيء اللي الخلاصه اللي تخرجوا بها احنا نتبناوها. انتوما موجودين نظموا حوالكم، وحنا اللي جيتوا بها البلاد مرحبا بها، البلاد تراها تقدم، فتحنا المجال لكل المخلصين في البلاد اللي يحبوا البلاد باش يشاركوا في البناء هذا. دخلنا في مرحلة ربما اللي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تلبي الطموح تاع كل جزائريات والجزائريين أننا نكون دولة قوية متقدمة باستثماراتها. السيد رئيس الجمهورية أكد دعمه للحقوق والحريات الفردية والجماعية ضمن المبادئ الديمقراطية، شريطة ألا يمس ذلك بحرية الآخرين. نوعدكم بشيء، طريق تاع الديمقراطية والديمقراطية المسؤولة والله ما نتخلوا عليه، لأن هذاك هو الأساس. ولكن تفهموا التعريف تاع الديمقراطية، لكن التعريف تاع الديمقراطية في الذهن تاعك ندير واش نحب. لا، حريتك تنتهي وتبدا حريه الاخر. الشتم ما يجيبش فايده، يجيب العنف. وعشنا العنف اللفظي وفدنا العنف الجسدي وخللنا 250 الف ضحيه. هذه ما رجعوا ليهاش نهائيا. بغيت دير واش تحب في بلادك دير، ولكن حسب قوانين تاع الدوله. نبني جزائر ديمقراطية اجتماعية، هذا هو التوجه السياسي تاعنا. الديمقراطية لابد منها لأن كان طالب تاع الشهداء. وعلى هامش اللقاء تبادل السيد رئيس الجمهورية أطراف الحديث مع عدد من أفراد جاليتنا الوطنية بالخارج، من موظفين ومقيمين وإعلاميين بارزين ورجال أعمال جزائريين، حيث جدد السيد الرئيس أمامهم التزامه بمواصلة توفير الآليات التي من شأنها ضمان حقوق الجزائريين من أبناء الجالية وتمكينهم من أداء واجبهم تجاه الوطن والمساهمة في تعزيز المفهوم الحقيقي للدبلوماسية الاقتصادية التي تنشدها الجزائر ضمن مقاربة شاملة لا يستثنى فيها أحد. من جهتهم عبر أفراد جاليتنا الوطنية بقطر عن ارتياحهم للقاء الذي جمعهم بالسيد رئيس الجمهورية. طبعا سعدنا اليوم بلقاء السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وكان لقاء صريحا في الحقيقة. والشيء الجميل بالنسبة لي أننا قدمنا للسيد الرئيس مقترحات عملية قابلة تطبيق لأرض الواقع، والشيء الأجمل أيضا أن السيد الرئيس استقبلها بصدر رحب، وإن شاء الله يكون هذا اللقاء لبنة لسياسات سياسات تخدم الجالية إن شاء الله مستقبلا. و جي كريي ما بروبر انتربريز هنايا، وإن شاء الله بور لو فيتور جو فوا جو فودري انفستير في الجزائر. و جو سافي با هاد لا رونكونتر مع السيد الرئيس
ça m'a ouvert les yeux. Je savais pas, ma coach Arfa, que Dzaïr a des aménagements pour les startups ou pour les pour la jeunesse algérienne. Donc, inshallah, je suis en contact avec l'ambassadeur de Dzaïr pour discuter de ça et inshallah avoir un pied, mettre un pied à Dzaïr pour ouvrir la startup demain, parce que le futur de l'Algérie, c'est la technologie ou l'informatique. Et je pense que c'est important de se développer dans le domaine. ومما يعزز الروابط الاقتصادية مع البلدان الشقيقة.